يعني لا شك، أنا أكثر شيء أقول إنه هم نفس الجماعة اللي كانت في زمن الكاظمي تسمى بربع الله، يعني هي نفسها، وكانت تستخدم أيضا لأغراض سياسية، وأيضا ما يحدث الآن نفس الاتجاه اللي ممكن إحنا لو رأينا من أتى لهذه المطاعم كانت KFC أو تشيلي هاوس. طبعا هنا أنا ممكن أنا ويا أستاذ ويا دكتور نزار انه هم هناك ترى ما ضربوا عبوات بمصر وبتركيا، احنا عندنا ضربوا عبوات ترى بشارع فلسطين، يعني الامر مختلف. طبعا احنا متطورين اكثر الحمد لله، متطورين يعني هنا متطورين. نحب بعنف ونكره بعنف. بالضبط. اذا راينا انه السيارات اللي اجت حارت هذا المطعم هي سيارات امريكيه والاسلحه امريكيه، ويصورون بموبايل امريكي الايفون، ويستخدمون مواقع هي اللي الانستغرام والفيس، وهي كلها امريكي. فهذا التناقض اللي موجود اللي عندنا من هذه القوى يعني بشكل كبير جدا، التناقض اللي هم قاعد يتعاملون به. يعني ما اعرف شلون احنا نريد الشعب العراقي يصدق انه طالعين على انه يوقفون الدعم ضد الكيان الصهيوني، يعني موجوده ايضا. لا ليش طالعين؟ ليش ما توقفون استيراد السيارات الأمريكية؟ ليش ما تتركون الآيفونات؟ ليش ما تتركون المواقع الأمريكية؟ هم طالعين يقولون، هم يقولون طالعين إحنا لنصرة القضية، هاي القضية هم إخواننا دي يتعرضون لكذا كذا كذا ضغط، وبالتالي هذه ماركات عالمية تتعامل أو أمريكا تتعامل مع الكيان. لو يعني لو ما مستخدمين، يعني قبل يمكن أسبوعين كانت أيضا أكو يعني في بداية المقاطعة وفي بداية الحرب أيضا طلعوا شباب أمام هذه ورفعوا لافتات للمقاطعة. اليوم التقاطع ثقف على المقاطعة، ما حد يفوت للمطعم بالتالي لح يخسر، بالتالي لح يعزل، صح لح يوقف. هذا سوى بعمان. هذا أنا أقول هذا يتناغم. شوف بس تقول لي أنا أصورك إياها بتصوير آخر أو تحليل آخر. أنا أشوف هذه الأجمات تتناغم مع الرخصة الخامسة والسادسة القادمة. بس شلون تأخذوها، شلون تفهموها؟ يعني أنت اليوم رحت وقعت اتفاقية بالولايات المتحدة الأمريكية وقلت لهم تعالوا استثمروا ويانا الغاز، وبعدين سلمت الجمل بما حمل بالرخصة الخامسة للصينيين، تركت الأمريكان اللي وعدتهم بأمريكا أنهم تستثمرون. هل استثمار جزء